انتهت المعارك العسكرية تقريبا بين تنظيم الدولة والقوات الحكومية، لكن المعاناة والتداعيات لم تنتهي، بل إنها تتكشف شيئا وشيئا وتزيد وتتفاقم، والحكومة في بغداد تأخذ وضعية المتفرج. وطبعا الشعب هو الحلقة الأضعف، والنازحون من مناطق المعارك الخاسر الأكبر، خسروا بيوتهم وصحتهم ولقمة عيشهم، وتركوا لمصيرهم في المخيمات من دون حول ولا قوة. مخيم قضاء الخالدية في الأنبار مثالا كافيا لبقية المخيمات، حيث يواجه تحد آخر غير تحدي الجوع والبرد، إنه تفشي الأمراض الجلدية وتفاقم الأمراض المستعصية بينهم وبين أطفالهم. فحبة بغداد والجرب وضمور الأعصاب وتلف الأنسجة باتت تهدد حياتهم من أصلها. وهاي البنية توك شفته والله سخونة وشمرة وكل شيء بها، وما أقدر لا نقدر نطلع لا نقدر ناخذ احد. هم صحيح يحاولون على ينطونا علاجات، بس ما جوع تفيدهم العلاجات. العلاجات اللي ينطونا اياهم ما تفيدهم. لم يتحدث النازحون هنا فقط عن معاناتهم من الامراض المتجسده اصلا في الصوره والمشاهد، لكنهم تحدثوا عن اللامبالاه من الحكومه في بغداد ووزاره الصحه وغيرها من الوزارات المعنيه بالامر. فلا دواء ولا أطباء متخصصون ترسلهم الحكومة لمساعدتهم، وكأنهم تركوا لمواجهة مصيرهم. هاي التقرير انطاني اياه بان اطلع به على الرمادي، انا ما عندي شيء اطلع به. هسه مضروبه يعني صعد اللوري كلش عنده، هي كلها وحده عنده، انا وين اروح؟ يعني هسه اريد اروح به على الرمادي ما اقدر. هي هاي الاجراءات الثانيه. طبعا لا يختلف اثنان أن تفشي الأمراض ولا سيما بين الأطفال الذين يشكلون نحو النصف من بين 2,600,000 نازح له عدة أسباب، فهي ناتجة عن المياه الملوثة التي تصل المخيمات وانعدام الخدمات وسوء المرافق الصحية، ولا سيما مع الأعداد الكبيرة من العائلات فيها. هذا إذا ما أضفنا لها أصلا الاستخدام المفرط للأسلحة والبارود في تلك المحافظات، والآتي ربما أعظم.